حبينا انه نحكي شيء عن انه رجعت الحياه لسوريا مزبوط مثل ما كانت بالاول، ومشان هيك عملنا هالسلسله الامسيات. عملنا واحده بالمريميه بعشر الشهر، واليوم هون بقاعه كنيسه مار الياس بالطباله، وبدنا نعملها لسه ب 13 تشرين اول بمعرض صيدنايا بكنيسه مار الياس للروم الكاثوليك. الهدف انه ننشر هالفرح هاد بين كل العالم، نحاول نقدمها بعده اماكن لحتى اكبر ناس ممكن يقدروا يحضروها، اللي ما قدر يحضر اول وحده بيحضر الثانيه. برنامجنا منقسم لعده اقسام. هلا في عنا قسم رح يقدموه الاطفال، هن النشيدين اناشيد ارثوذكسيه، وبيحكوا كمان اغلب القطع او كل القطع عمليا بتحكي عن الطلب من الله انه يكون معنا بكل شيء. فهن عندهم نشيد يا رب يا ربي ضلك معنا ويا رب الاكوان. وبعدين جوقت الكبار بتقدم كمان مجموعه اناشيد ارثوذكسيه بالبدايه، اللي هن ايه يا رب السلام ويا روح وبث الحياة، اللي هو اسم الأمسية. وفي عنا إن عشقنا موتنا سبى المسيح. نحن اليوم بظروف اللي عم نتمر فيها بلدنا بعد 7 سنين من الحرب، عم نرجع نرى الحياة من جديد عم تنتشر بكل مكان، وهذا هو أملنا. ونحن كمان عم نشارك بطريقة ما بإعادة البناء من خلال بث الحياة بكل مكان عم نكون خلال الروح والكلمة. شارك فيها حوالي 40 شخص، مجموعتين، مجموعة أطفال ومجموعة كبار، بالإضافة لحوالي 10 عازفين. بينا نعمل شيء غير تقليدي بالنسبة لجوقتنا، فعملنا شيء فيه مع موسيقى وأغاني هيك، يعني شوي هيك ترفه عن العالم لأنه حاجتهم بكفيهم. منا أغاني لمقاطع لفيروز هيك متصلة مع بعضها، أغاني بتحكي عن الضيعة، حكينا شوي بالزجل عن سوريا وعن صمود شعبها. هلأ نحن قلنا تقريبا بين 3 و4 شهور عم نتدرب، والمقطوعات اخترناهم بين أغاني كانت لفيروز ومقاطع زجال، وكانت بالبداية أناشيد رح يشاركوا الأولاد فيها وأناشيد دينية بالبداية، وبعدين المقاطع الثانية رح تكون موجودة الأغاني. رسالتنا أنه يا رب بهالأيام الفضيلة، اليوم عيد مارت إقلا إن شاء الله بينعاد عليكم، هيك تكون هالأيام انتصارات للجيش أكتر ويكون الشعب بأمان أكتر وأكتر يا رب.